بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا كل يوم بنفتح كتاب الله ونبحث عن رسالة من الله. كل يوم بنتكلم في موضوع معين، موضوع ربنا سبحانه وتعالى كرره في القرآن كتير، مرة ذكره في سورة آية، ومرة ذكره في سورة قصة وراها عبرة في الموضوع ده، ومرة ذكره في سورة مشهد من مشاهد يوم القيامة الخاسر أو الفائز بسبب الموضوع ده. بنجمع آيات القرآن اللي بتتكلم في الموضوع ونقول دي رسالة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. أهم مواضيع القرآن، اتكلمنا في رسالة عن الحائر في ظلمة الاختبار، ورسالة إلى متبع الشيطان، ورسالة إلى الظالم، ورسالة إلى ظالم النساء، بحيث أن احنا في الآخر نشوف أهم مواضيع القرآن ونتعلم مراد ربنا سبحانه وتعالى منها. وإحنا حلمنا أن احنا نوصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الموحدين، خير المسلمين اللي بحث عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتعلمه عشان يعيش بكلام ربنا على مراد ربنا، وبدأ بعد كده ينشر هذا الخير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وانت بعد رسالة من الله تفاجأ انك انت تعلمت تفسير آيات كثيرة من القرآن. هنا آية وراها قصة فيها سبب نزول هنحكيها لحضراتكم، وهنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية هننقله لحضراتكم، وهنا موقف الصحابة عملوه لما نزلت الآية والنبي علمهم إزاي يعيشوا بهذه الآية، وهكذا. فتفاجأ أنك أنت بعد انتهاء رسالة من الله بقى عندك حصيلة مش قليلة إن شاء الله من كتاب ربنا، فتكون من أهل القرآن. النهاردة رسالة ربنا سبحانه وتعالى رسالة عن الجنة. الجنة، الجنة اسمها جنة ليه؟ الجنة اسمها جنة لأن كلمة جنة يعني ساترة. الجن مستتر ما بنشوفوش فاسمه الجن، والجنين مستتر في بطن أمه فاسمه الجنين، والجنة ستستر من بداخلها من كتر النعيم. يعني أنت لما تخش الجنة مش هتبان من كتر النعيم، حالك الأساسي اللي أنت عارفه في الدنيا هيختفي ولن يظهر عليك إلا النعيم، هيسترك، هيغطيك، هيغرقك النعيم، عشان كده اسمها الجنة. والجنة هي الحافز الأكبر بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى للموحدين ان هم يعيشوا في الدنيا على مراد الله، ان هم يطيعوا ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرهم وينتهوا عن الأشياء اللي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى إذا نهى عن هذه الأشياء. وربنا لما تكلم عن الجنة قال شيء انت لازم تتوقف عنده. ربنا سماك أصحاب الجنة، سمى أهل الجنة أصحاب الجنة، والصاحب هو مالك الشيء الذي لا ينتزع منه. مع أننا ممكن نبقى سكان الجنة، زوار الجنة جنالها بعد طول عيشة في الدنيا، إحنا أصحاب الجنة. درجة أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إن تورثت الجنة من ربنا سبحانه وتعالى فصارت ملكك، كناية عن التمكن والإحساس بالأنس. أنت مش هتبقى عايش في الجنة حاسس وأنا عايز أرجع بلدي، أنت ده مكانك. لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أول ما يتفتح باب الجنة أنت متوجه لبيتك كأنك عارفه في الدنيا. سيدنا ابن عباس قال كده، قال: والله لا يذهبون إلى بيوتهم كما ينصرفون إلى بيوتهم بعد الجمعة. وانت راجع من الجامع على بيتك بعد صلاة الجمعة انت داخل الجنة كده، انت صاحب المكان ده. وأجمل ما ذكر في الجنة ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الجنة وعد ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. تقول لي يعني ايه وعد ربنا؟ اقول لك يعني دي الهدية العظمى اللي ربنا شايلها لحبيبه. وكأن ربنا بيسيبك بقى تتأمل وتتخيل وتسرح بخيالك في عظمة وجمال إمكانيات ربنا لما يكون بيجهز هدية بعد طول السنين اللي هنعيشها في الدنيا. وعد الله. وربنا سبحانه وتعالى قال إن أقل واحد في الجنة من الفائزين. الجنة ما فيهاش غلابة، الجنة ما فيهاش طبقات. بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالعلماء بيعلقوا بيقولوا أقل واحد في الجنة يشعر بشعور الجمال والفرحة والمتعة زي أعلى واحد في الجنة، فليس هناك مقارنات، فليس هناك شعور بالقلة ولا أي شعور بالمقارنة، لأن الجميع غرقانين في متعة ربنا في الجنة.
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ربنا سبحانه وتعالى في رسالته عن الجنة في القرآن استفاض جدا في شرح مشاعر أهل الجنة وخروجات أهل الجنة وقعدة أهل الجنة وأسباب دخول الجنة. فقبل ما أتكلم مع حضراتكم عن النعيم المعنوي والنعيم المادي ثم أسباب دخول الجنة، ربنا حكى لنا عن مشهد تجمع الناس عشان يخشوا الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا بيقول في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمرا يعني مجموعات. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. في مكان بعد النار الناس هتعدي يا رب مع بعض كلنا الصراط من فوق النار، وبعدين ينتظروا سيدنا النبي في مكان يخلص النبي الشفاعة على الصراط، ثم يأتي عشان أول واحد يفتح أبواب الجنة بإيديه الشريفة هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. المكان ده هنتقابل فيه بعد يوم الحساب وكل واحد مشغول بحاله، هنتقابل في الحتة دي. وأنا في ناس معينة بحلم أن أنا أروح معهم المشوار ده، الحتة دي كده، ونمشي مع بعض نخش الجنة. ناس نفسي عينيا تيجي في عينيهم بجد أقول لهم إحنا فعلا في اللحظة اللي هنخش فيها الجنة شلل معينة وعائلات الكل هيبص لبعضه، أيوة ده النبي اللي هناك عليه الصلاة والسلام اللي بيفتح الباب، الموضوع انتهى وهنبدأ الحياة الخالدة اللي ربنا وعدنا بيها بالجائزة الكبرى. أيوة هنشوف ربنا بعد شوية أول ما نخش الجنة. اللحظة دي لحظة متعة لا تقل عن متعة دخولك لقصرك ورؤيتك لمملكتك. لكن في لفتة جميلة جدا في سورة الزمر في حرف الواو، وده فضل المفسرين علينا اللي علمونا لفتات القرآن الجميلة. لما ربنا قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا مجموعات حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، العلماء بيقولوا الواو دي واو المعية، وانت ماشي واحنا ماشيين المشوار ده مع بعض كده تتفتح الأبواب الأول، بحيث ان المشوار ده يبقى ممتع وعيننا تتعلق بعد ما أبواب الجنة تتفتح بالأنهار اللي هنشوفها والجبال والأشياء اللي ما خطرت على قلب بشر، حتى تكون المسير ده يكون المسير للجنة ممتع، ويضفى على هذا المشوار الجميل ده نعيم ومتعة، ومتعة من متعة أهل الجنة. ونبدأ مع بعض النعيم المعنوي. ساعات كتير بتبقى المشاعر أهم من الحاجات الملموسة. يعني انت لما تبقى في مكان ممكن يكون مكان فخم جدا بس مش مرحب بيك، تبقى النعمة كده والخروجة متنغصة، عكس لما تكون حاسس انك انت في مكانك واللي حواليك بينظر لك انك انت مقبول. رب العالمين اتكلم عن النعيم المعنوي وبدأوا بنزع الأشياء اللي بتنغص على الإنسان سعادته،
ومن أكتر ما ينغص على الإنسان سعادته بعض المشاعر السلبية اللي في القلوب بسبب رؤية النعم في أيادي الناس. فربك يقول في القرآن: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الغل هو الأرضية اللي في القلب اللي بيتكون عليها الأمراض، بيجي الغضب وبيجي الحسد وبيجي الشخص اللي مش باصص في النعمة اللي في إيديه وباصص فيما في أيدي الآخرين، كل ده بسبب أرضية الغل. ينزع الغل ويبدأ الناس أول ما يخشوا يقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، لولاك يا رب يا كريم بينا يا رحيم بينا ما كناش جينا المكان ده، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هؤلاء الرسل اللي متجمعين مع بعض هناك ورايحين منازلهم العالية فعلا تعبوا عشاننا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وهم بيتكلموا كده ونودوا أن تلكم الجنة، اسمعوا ربنا وهو بينادي عليهم، أن تلكم الجنة ما تراه الآن من نعيم، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أنتوا تعبتوا وضحيتم وصبرتم، فأول لحظة من لحظات الجنة يشعر فيها الإنسان بأنه مقبول وأنه قاعد في مكان هيبدأ فيه مشاعر جميلة جنب النعيم المادي. ما أجمل القرآن في تفاصيله البسيطة وهو بيتكلم عن مشاعر أهل الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. من ضمن النعيم المعنوي اللي ربنا اتكلم عنه في رسالته عن الجنة إحساس وانت في الجنة إحساس الاستحقاق، رغم ان كلنا دخلنا الجنة رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إلا ان في كده معاني كل شوية ربنا هيبعت لك حد يقول لك انت تعبت في الدنيا، انت هنا عشان انت تعبت. ربنا بيقول في سورة الرعد: جنات يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تخيل لما الملائكة كل يوم تخش كما يقول المفسرين بهدايا من الله سبحانه وتعالى، يفتح قصور عشان يقول لك كلمة: انت تعبت في الدنيا، انت صبرت على الطاعة، انت صبرت في البعد عن المعصية، انت صبرت على البلاء وكنت راضي عن ربك سبحانه وتعالى وأفعاله معاك رغم ان ممكن كان في ظاهرها إيذاء لكن في باطنها رحمة وانت كنت عارف كده، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومن المعاني الجميلة لربنا سبحانه وتعالى المعاني المعنوية والنعيم المعنوي ما ذكر في سورة الطور، في هنا نوعين من النعيم في منتهى الجمال. ربك بيقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. اسمع: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إيه المشهد ده؟ نوعين من النعيم. النوع الأولاني مفيش ألم الفقد، مفيش فقد حبيب في الجنة، الناس الطيبة اللي دخلت الجنة هياخدوا معهم حبايبهم إما بشفاعتهم ليهم إن هم يطلعوهم من النار ويخشوا الجنة، وإما إن هم لو حبايبهم في الجنة في مقام قليل، لو أنا تمنيت لو أمي وأبويا اتمنوا إن هم يشوفوني وهم في مقام أعلى بس يفكروا فيا، مش ربنا يخلينا زورهم، ربنا يعلي مراتبي ومقامي في الجنة عشان كلنا نكون مع بعض، ومش ينزلهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، مش هننقصهم، اللي تحت هو اللي هيزيد، كل امرئ بما كسب رهين. وبعدين ربنا بيقول بعدها بأيتين:
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ده اسمه نعيم الخدمة. خد بالك 10% بس من العالم هم اللي أغنياء، اللي عندهم القدرة أن يوفر جزء من دخله يجيب بيه إنسان يخدمه ويساعده في البيت، يجيب له المية والأكل والشرب والكلام ده وينظف مكانه. أما أغلب الناس فممكن يكونوا ما دقوش الموضوع ده، وفي ناس كتير عايشة هم أصلا اللي بيخدموا، ما يعرفوش نعيم أن حد يخدمهم. عشان كده ربنا قال في الجنة في القرآن أن احنا هنبقى قاعدين ويطوف عليهم في الآية التانية ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ربنا سبحانه وتعالى هيريح الجميع، الجميع يتخدم حتى يشعر بالقبول وأنه مرحب بيه جدا لدرجة أنت ما تقومش من مكانك. أنت بيه وانت هانم وكل حاجة هتيجي عندك. جبر خاطر كل من يدخل الجنة في صورة راقية من النعيم المعنوي في القرآن الجميل في رسالة من الله عن الجنة. مشهد مختلف في الجنة يختلف عن كثير من المشاهد اللي ربنا حكى لنا عن الجنة فيها في القرآن. مشهد بيتكلم عن النعيم ثم بعد ذلك يتغير الموضوع لموضوع تاني جاذب جدا لقلوب الموحدين. ربنا بيقول أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. ويبدأ القرآن يعدد ألوان النعيم اللي في الجنة، ثم فجأة يتوقف سرد ألوان النعيم لحكي فكرة جت في قلب واحد من أهل الجنة وهو في وسط النعيم. واحد كان بيقول أنا بدور على حد في الجنة من أصحابي اللي كان منكر قدرة ربنا على بعث الأموات، هو معانا في الجنة ولا بره الجنة؟ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. مدينون يعني راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. واحد في الجنة بيحكي عن صاحبه اللي أنكر قدرة ربنا سبحانه وتعالى على تجميع ذرات الإنسان اللي بتتآكل في الأرض بعد ما يموت ثم ينفخ فيه الروح مرة أخرى ويعيد تكوينه عشان يحاسبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. رغم أن الإنسان استطاع أن هو يصنع ناطحات ويبني ناطحات السحاب العملاقة ويصنع الطائرات عابرات القارات والآلات الحديثة، بل يصنع الطائرات اللي بتطير لوحدها من غير طيار من الناس، فيها عين تبصر وأذن تسمع وجهاز يقدر يسجل ملايين المعلومات. وهذه الصناعات الضخمة كلها من ذرات من المعادن في الأرض لا يتصور أي إنسان غير متخصص إن هي تتحول من هذه الذرات البسيطة إلى هذه المباني العملاقة والآلات الحديثة. إذا كان الإنسان استطاع أنه يعمل كده من التراب، أليس رب العالمين قادر على إحياء الموتى؟ وفي وسط ما هم عمالين يتساءلون فين الناس اللي كانت منكرة البعث والحساب، ربنا يعرض عليهم إن هم يطلعوا من الجنة فيبصوا بص على النار باب من أبواب النار. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ربنا طلع الناس اللي كانت بتتساءل من الجنة وقال لهم بصوا كده على النار، هذه النظرة اسمها نظرة النعمة، بينظر في النار حتى يدرك ما فيه من النعيم. فأول ما بص قال تالله، يعني بيحلف إن كدت لتردين كنت هتضيعني ولولا نعمة ربي. هذه النعمة هي السكينة اللي نزلت في قلوب الموحدين رغم كم الأفكار الضخمة المنكرة لوجود الله أو قدرة الله عز وجل على البعث وإحياء الموتى. هذه النعمة هي السكينة والعلم النافع اللي كان من أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب العلماء وراث الأنبياء اللي ثبتونا بيه على التوحيد لما رحنا نسألهم عن الشبهات. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني لكنت من المحضرين في النار زيك كما أنكرت وجود ربنا سبحانه وتعالى. ثم علق رب العالمين على هذا المشهد قال إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا المشهد ألا تكون أنت من في النار، إنما تكون أنت من أهل النعيم، من أهل السعادة، استقرار التوحيد في الدنيا واستقرارك
في جوار سيدنا رسول الله في الجنة، ثم أنت اللي يطلب منك تطلع من الجنة وتنظر نظرة خاطفة هي نظرة النعمة والحمد لربنا سبحانه وتعالى في الجحيم. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذه اللحظة، لمثل هذا فليعمل العاملون. رسالة من الله، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. من أصناف النعيم المعنوي اللي ربنا ذكره في رسالته عن الجنة في القرآن الأزواج المطهرة. ربنا في القرآن بيقول بعد ما اتكلم عن نعيم الدنيا في مطلع سورة آل عمران، قال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أزواج مطهرة، انت عارف احنا كبني أدمين عندنا طهارة الظاهر والباطن. طهارة الظاهر ان احنا لما بناكل او بنشرب بنعرق وبنحتاج نخش الحمام أعزكم الله، ده مش موجود في الجنة، ليس هناك تمن بندفعه أو شيء عاقبة لأي متعة، كل المتع ملهاش شيء الإنسان بيعاني منه بعدها. لكن الجمال كمان في طهارة الباطن وأزواج مطهرة. الراجل هيكون متجوز ست والست هتكون متجوزة راجل، في طهارة في الباطن، مفيش بخل للمشاعر بيعمل أسوأ، ولا في جفا ولا في غضب ولا في الصفات اللي ممكن الواحد يكون بيشتكيها من شريك الحياة بسبب نقص الإنسان وكثرة عيوبه وإنه ما بيشتغلش عليها في الدنيا. أول ما نروح الجنة في طهارة في الباطن، وما أجمل الحب إذا طهر الباطن من أمراض القلوب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وأزواج مطهرة ورضوان من الله. فذكر نوعين من النعيم المعنوي، إن إحنا ما فيش بيننا وبين حبايبنا خناق ثم الله راضي عنا، وهنتكلم عليها بعد شوية. من ألوان النعيم المعنوي الجميل قوي، بس ده هتحطه في الحتة بتاعت ولا خطر على قلب بشر، إن ما فيش ملل في الجنة. دايما العيال يسألوني يقولوا لي: يعني هو احنا بعد ما طب هناكل شوية ونخرج شوية وهنطير شوية ونتفسح شوية مش هنزهق في الحياة الخالدة؟ العيال أقصد ولادي يعني. فأقول لهم إن ربنا في القرآن بيقول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الملل بيجي من إن ما يكونش فيه متعة فإحنا زهقانين، أو إن المتعة موجودة بس قعدنا فيها فترة طويلة قوي فملينا المتعة نفسها. البشر نفسهم قدروا إن هم يعملوا متعة تعرف تقعد فيها 3-4 أيام. لو رحت ديزني مثلا في أمريكا، ملاهي في حتة كده من أمريكا، ممكن تقعد فيها 2-3 أيام من غير ما تزهق، الناس اللي بتحب اللعب يعني. فإذا كان البشر قدروا إن هم يمتعوك من غير ما تزهق 2-3 أيام، انت ممكن تروح على شط من الشواطئ او مصيف تقعد اسبوع وتبقى ماشي وانت زعلان عشان الاجازه خلصت. فما ظنك بتكرار النعيم، مش تكرار بقى، بتجدد النعيم بصفه لحظيه ويوميه. ده ربنا بيقول: واذا رايت ثم، يعني هناك، واذا رايت ثم رايت في الجنه، واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. نعيم متجدد. عشان كده اطمن، ليس هناك أي نوع من الملل. الله بيقول: لا يبغون عنها حولا، يعني لن يتحول نظرك من كتر الانبهار بأي شيء طرف ملكك في الجنة. ومن ضمن النعيم المعنوي الغير متوقع، الناس اللي بتحب الشغل وعايزة تحقق التارجت،
هيطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى ان هم عايزين يشتغل في الجنة. حتى ان مرة واحد جاي قاعد مع سيدنا النبي كده، فالنبي بيحكي له عن الجنة، فبيقول له: يأتي رجل بين يدي الله ويقول: يا ربي اشتهي ان ازرع. فيقول له رب العالمين: اما لك ملك في الجنة تزرع ليه؟ ما انت كل حاجة بتجيلك. قال له: يا رب عايز ازرع. قال: فلما رمى البذرة استوت حتى جاءت الى الحصاد امثال الجبال. فجأة رمى البذرة قدام عينيه، كبرت ووصلت للحصاد واستوت قد الجبل. فإذا بيه يجنيها وهو فرحان إن ربنا سمح له إن هو يحقق المستهدفات. في ناس في الدنيا اللي بيسموه مورك هوليك، بيحب فكرة الإنجاز، عايز أشتغل وأتعب في مستهدف وبعدين أفرح ويكرموني. اللي أنت عايزه لهم ما يشتهون. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المشهد للإنسان اللي عايز متعة الإنجاز كمان في الجنة. كل ما يخطر على بالك من المشاعر الجميلة إنك مقبول والمتع المتجددة والإحساس بطهارة باطنك وباطن اللي معاك، وكل شيء خطر أو لم يخطر من سكينة النفس والطمأنينة عند رب العالمين في الجنة. لفترة طويلة جدا فضلت العلوم الإنسانية تحاول توصل لإيه أهم عنصر من عناصر النجاح، ففضلوا فترة كبيرة، ده كان من زمن فات يعني، يقولوا إن الثقة بالنفس هي أهم عناصر النجاح. طبعا مع الوقت والتجربة والأبحاث والمشاهدة وصلنا لان ده مش حقيقي، يعني بنشوف ناس كتير عندها ثقه بالنفس يمكن عاليه جدا لكن هم مش ناجحين ولا حاجه. فابتدى علم النفس يغير شويه الموضوع ده ويتكلم طب ايه اهم صفه من صفات الناس الناجحه، ووصل لانها حاجه اسمها سيلف ديسيبلين او الالتزام، الكوميتمنت، القدره على التحكم في النفس اخليها تعمل حاجه معينه. واهم خطوه بيبدا بيها التغيير او التحكم ده هو وجود هدف، وده موضوع بسيط، كل العلوم التنمويه بتتكلم على هدف أسعى وراه. بتبقى مشكلة، هي مشكلة إيه؟ إن الهدف القريب ليا غير الهدف البعيد عني في قوته وفي تأثيره عليا وفي جذبه ليا. فموضوع الهدف سهل، خلاص عارف هدف، كل العلوم التنموية بتتكلم التغيير هدف وبعدين سعي وراء الهدف. يبقى عندنا مشكلة الهدف البعيد. ليه؟ حتى المشكلة دي في الحواس، في السمع والبصر. لو أنا جبت لك حاجة قريبة منك، اتنين فرق فيهم عندهم فرق في الطول، هتبتدي تشوف فرق الطول ده واضح. لو بعتهم 100 متر الفرق يبدا يقل في الوضوح بتاعه، 1000 متر او كيلو هتبتدي تقريبا ما تشوفش الفرق. كذلك الاصوات، تلاقي دايما اسهل عليك يعني تمييز الاصوات القريبه من الاصوات البعيده. الصوت البعيد تسمع صوت بس ما تقدرش تميزه قوي. الهدف بالظبط جوه المخ بيشتغل بنفس الطريقه، فالهدف البعيد صعب تمييزه. ولقوا ايه الحل في ده؟ الحل في ده هو التخيل، يعني ان انا اتخيل او اتصور باللفظ الفيجواليزيشن، اللي هو ان انا اقدر اشوف الهدف ده بشكله ولو اقدر طعمه وريحته ومين الناس اللي معايا والالوان اللي موجوده. ده بيعمل ايه؟ بيقرب الهدف. فابتدي اخد خطوات النهارده كان الهدف البعيد ده قرب بقى قصادي. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الجنه في القران وصفها بالطريقه دي، ما قالناش الجنه دي حاجه حلوه، ده قالنا الجنه وارض الجنه واحنا شكلنا عامل ازاي، اوصاف الناس في الجنه شكلها عامله ازاي. وده بالظبط اللي علم النفس بيحاول يقوله في موضوع تقريب الهدف. فاقدر ان انا ايه مع اختلاف العمر وان انا اكبر في السن وكل حاجه يفضل عندي ultimate value او حاجه قيمه انا دايما بسعى ليها بنفس القوه جوايا بغض النظر عن ان انا اهدافي اتغيرت او اولوياتي اتغيرت. هل هو التخيل او التصور اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحه لنا وهو بيوصف لنا الجنة بكل التفاصيل الدقيقة دي، يفضل الهدف قريب من قلبنا وبنسعى وراه كأنه أننا هنجح آخر السنة. وينتقل القرآن معانا في رسالة ربنا عن الجنة إلى النعيم المادي. ربنا سبحانه وتعالى ركب جوه الإنسان رغبات وشهوات سيستمر في قضائها في الجنة. شهوة الأكل والشرب، شهوة الحب، شهوات كثيرة الإنسان بيبحث عنها، ربنا قال إن هي في الجنة. وربنا شاء إن هذا الإنسان يتمتع متعة معنوية في عالم المعاني والمشاعر ومتعة جسدية، ودي خلقة ربنا لينا. والقرآن أثبت أنها ستستمر ولكن بشكل ما خطر على قلب بشر في الجنة. لكن في آية العلماء بيتكلموا على تفسيرها في سورة محمد. ربنا بيقول: مثل الجنة التي وعد المتقون. افتكر كلمة مثل دي، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.
ربنا بيقول سبحانه وتعالى إن ده مثل بيتضرب للناس. زمان العرب كانوا عشان يحصلوا على الأشياء دي بيعانوا. المية لو فضلت فترة كده ما كانش عندهم تلاجات، فلو فضلت ممكن المية يتغير طعمها ويتغير لونها زي في الترع كده، يبقى حصل إن المية بقت آسنة. فربنا قال فيها أنهار من ماء غير آسن، وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه. كان يحلبوا اللبن مش زي عندنا في التلاجات ممكن يقعد 6 شهور، لا ده دلوقتي الراجل حلب اللبن عنده ساعات قليلة وإلا يبقى مؤذي بالنسبة له. وأنهار من خمر لذة للشاربين، كان أغلى الشراب عندهم وأمتع الشراب عندهم الخمر. وأنهار من عسل مصفى، دلوقتي خلاص انت عارف الصناعة تطورت وبقى العسل صافي. زمان أيام العرب كان صعب جدا يصفوا العسل من الشوائب بتاعته. ربنا قال مثل. لو أنا بتكلم دلوقتي واحد يقول على فكرة أنا مش فارقة معايا أنهار الخمرة، واحد تاني جنبه دي أهم حاجة بالنسبة له مستنيها في الجنة، واحد تاني يقول أنا مش فارقة معايا أنهار اللبن ما بحبش اللبن، واحد تاني يقول لأ دي أهم حاجة اللبن، وهكذا. وكأن الله ضرب المثل بأهم ما كان يشتهيه العرب من المياه الجارية الغير آسنة، واللبن اللي قامت عليه الصناعات وقام عليه الغذاء، والخمر اللي كانوا عايشين عليه، والعسل اللي بيمثل الشيء الصحي اللي فيه شفاء. وانت اقعد بقى بقلبك وعقلك تتجول كده فيما وصل إليه البشر من تقدم في المشروبات الجميلة والراحة وعدم دفع الثمن وعدم فساد هذه المشروبات، عشان ربنا يقول لك إنك هتبقى منعم جدا، وهذا النعيم من غير ذل. تعرف إن في بعض الأشياء بتخلي الإنسان لقمة العيش ما تبقاش هنية. إيه اللي خلى لقمة العيش مش هنية؟ إنك تذل نفسك عشان لقمة العيش. شوف ربك في سورة المرسلات يقول إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الجنة ظلة، الجنة ما فيهاش شمس تفر تأذيك، الجنة كلها نسيم من رحمات ربنا سبحانه وتعالى، كناية عن الاستقرار وعدم وجود أي منغصات. وفواكه مما يشتهون، كل واحد الفواكه أذواق، والفاكهة عند العرب دليل الرغد، كانوا يأكلوا الفاكهة بعد اللحمة وبعد الحاجات البسيطة اللي تتاكل، اللي عنده فاكهة ده الأغنية. عشان كده ربنا ضرب المثل بالفاكهة كناية عن أنك وصلت لأعلى درجات النعيم. مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا بالهنا والشفاء. وانت قاعد بتاكل مش هتتذل عشان تمد ايدك للقمة العيش. مفيش منافسة في الجنة، مفيش الغل والحسد والحقد اللي بيحصل في دنيا الناس، اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. هذه المناغصات مش موجودة. النعيم المادي في الجنة في منتهى النعيم الملموس والاستقرار النفسي كمان. وأختم معاكم نوع من ألوان النعيم المادي هيقولوا أهل الجنة بعد ما يتمتعوا، يفاجئوا أنهم ما تعبوش. الحاجات دي لما كنا بنتمتع فيها بيها في الدنيا كنا بنتهلك، وبيكون التعب ده شيء منغص ان احنا نستمر في النعيم. الجنة لا. ربنا بيقول سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة، إحنا قاعدين مش طالعين، دار المقامة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب التعب واللغوب الإرهاق بسبب إن الإنسان عمل مجهود. الجنة مش كده. الجنة أنت مستني بعد شوية نعيم ما خطر على قلب بشر، فمحتاج له قلب وجسد مستعد وأنت في ازدياد. وهذا مصداق قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيشرح ده كله بكلمته اللي حفظها كل المسلمين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما أجمل كتاب ربنا وما أيسر كتاب ربنا، وكتاب ربنا هو الطريق لهذه الجنة. واللي احنا بنعمله في رسالة من الله النهاردة ده خطوة أتمنى تكون كبيرة في موازيننا لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا جنة الرحمن يا أجمل الأوطان قلب الغريب عشمان يسكن في يوم دارك بحلم ببر أمان والروح والريحان و
واحلم انا العطشان ترويني انهار وصفي ايه يا عشان يشتاق لك الانسان ورسائل القران تنطق بأسرار وصفي إيه يا عشان, عشان يشتاق لك الإنسان ورسائل القرآن تنطق بأسرار. طبعا أسباب دخول الجنة كتير، لكن عايز ألخص لحضراتكم ثلاث أسباب ربنا ذكرهم في القرآن: الطاعة، التقوى، الكلمة الطيبة. الطاعة، سيدنا ثوبان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شافه وهو مكتئب شوي، قال له مالك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله أشتاق إليك في الدنيا فأراك، وإني أخاف إذا جاءت الآخرة ألا نراك هناك. هتبقى في منطقة تانية خالص أكيد، أنت فين وإحنا فين يا سيدنا النبي؟ فأنزل رب العالمين في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكلمة طاعة يعني أي عمل في أي جانب من جوانب الحياة على مراد الله. وربنا سبحانه وتعالى لأنه كريم وزع على الناس كما وزع عليهم الأرزاق المادية وزع عليهم الطاعات. فلو ربنا وفقك في طاعة، سواء كانت نسك بين يدي الله مناسك كالصلاة وغيرها، أو طاعة في فتح بيوت المحتاجين، أو طاعة في عمارة الأرض والشغل، اجتهد وأتقن فيها فقد تكون بابك إلى الله. السبب الثاني المذكور في رسالة الله عن الجنة لدخول الجنة الكلمة الطيبة. الجنة دار الرحماء، والرحماء واقفين بقلوبهم الرحيمة على أفواههم حراس حتى لا تخرج كلمة جارحة قاسية. ربنا بيقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا يعني في الدنيا، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. كلام عن ألوان النعيم في الجنة، ثم سبب بعدها: هؤلاء الرحماء والراحمون يرحمهم الرحمن. فالكلمة الطيبة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المبهر عندما قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. النار اللي ما نعرفش حجمها ولا عدد أهلها والعياذ بالله، تتقيها وتسد أبوابها بكلمة حلوة، ويا سلام لو اتقالت للمقربين منك كمان. فاتقوا النار ولو بشق تمرة وهدوا إلى الطيب من القول. السبب الثالث لدخول الجنة هو التقوى. والتقوى ممكن يكون معنى عام صعب على الكثير مش عارف معناه، لكن سيدنا النبي سهله عليه الصلاة والسلام. ربنا بيقول: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. متقين دول أشهر أهل الجنة. طب يعني إيه متقي؟ المتقي اللي قبل ما يعمل أي حاجة بيفكر: هي الحاجة دي هتأثر على علاقتي بربنا؟ لو كانت الحاجة دي هتأثر على علاقته بربنا بالسلب بيتقيها، بيحافظ على الحب، بيحافظ على العلاقة. اتق الله يعني حافظ على ما بينك وبين الله من الوصل. ولو الحاجة اللي هيعملها دي مش بتأثر على علاقته بربنا بل بتزودها، بيقبل عليها ويتمنى من الله القبول. وده اللي قاله سيدنا الحسن البصري لما قال: رحم الله عبدا وقف عند همه، هيخرج في حتة هيقول كلمة هيمد إيده القرش، وقف عند همه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله توقف. طب وإيه كمان؟ طب لو أمضاه هو لغير الله، لو غلط وعرف إن الحاجة دي هتأثر على علاقته بربنا بالسلب وعملها وضعف، من التقوى أن يعود إلى الله ويتوب. وربنا سبحانه وتعالى وصف المتقين اللي بيعملوا معاصي ويرجعوا، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عرفنا بالمتقين يا رب. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ماشي، دول متقين.
قال والذين إذا فعلوا فاحشة، دول برضو متقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فوصف المتقين الذين يفعلون الفواحش ثم يعودون إلى الله. فالتقوى، التقوى هي السبب الأكبر لدخول الجنة. دي كانت رسالة ربنا سبحانه وتعالى عن الجنة، فيها النعيم المعنوي والراحة النفسية السكينة والطمأنينة. وأعظم ما في الجنة من نعيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وده شيء مش هنعرف نوصفه إلا لما يحصل. ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف، اللحظة اللي ربنا يسمح لنا بالنظر لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، اللحظة اللي هنتجمع فيها فناخد نعيم أعلى بكتير من كل نعيم الجنة، وهي الإحساس بالمعية الكبرى حين ننظر لربنا جل في علاه، ونعيم مادي ما خطر على قلب بشر. ودي كانت تلت أسباب لدخول الجنة جمعناها لكم من رسالة من الله عن الجنة. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي علمنا كل هذا. اللهم يا رحمن يا خالق الجنان يا حنان يا منان، اللهم وكما علقت قلوبنا بالجنة اجعلنا اللهم من أهلها. اللهم أورثنا الجنة بفضلك وعاملنا اللهم بلطفك وعفوك. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بدون حساب ولا عذاب. اللهم اجعل من شوقنا إلى جناتك عونا لنا على طاعاتك وصرفا لنا عن معصيتك. اللهم اجعلنا لا نبيع أخرانا بدنيانا. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم وأدخلنا بكرمك كما وعدت الجنة بسلام آمنين. اللهم واكتبنا في الجنة كل ما شهدت أنفسنا لم ننه في الدنيا. اللهم يا رب العالمين اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد الآخذ بأيدينا إلى روضات الجنان، ومن عليه يا الله بالمقام المحمود كما وعدته يا منان.